السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، ونتكلم عن زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال. زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال ويعد عقار من أشهر أنواع المضادات الحيوية، ويتميز هذا الدواء بأن لديه تأثير مضاد للجراثيم، وينتمي هذا الدواء لمجموعة السيفالوسبرين ويطلق على الاسم العلمي له سيبروكسيم. وسوف نتعرف على دواعي الاستعمال. يستخدم هذا الدواء لعلاج العديد من الحالات المختلفة، حيث يعالج الدواء كل من التهابات العظام والمفاصل الشديدة، التخلص من التهابات الشعب الهوائية، العدوى الشديدة التي تحدث في أجهزة التنفس السفلي، وذلك لدى البالغين والأطفال الأكبر من عمر 5 سنوات. يعمل هذا الدواء على علاج مرض السيلان، ويعالج أيضا الالتهاب الشديد في الأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعمل على علاج التهاب البلعوم والصفاق، ويساعد في التخلص من التهاب الجيوب والأنفية الشديد، ويعمل على التخلص من أي عدوى جلدية تصيب جلد الإنسان، ويعمل على الوقاية من العدوى في الجهاز البولي، ويساعد أيضا في الوقاية من العدوى الجراحية. الآثار الجانبية للدواء: قد ينتج عن تناول الدواء بعض المضاعفات والآثار الجانبية التي تتمثل في حساسية شديدة مع ظهور طفح جلدي، إصابة بغثيان مع قيء وإسهال شديد، ضعف حاسة السمع لدى بعض الأشخاص. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول هذا الدواء في حالة الإصابة بحساسية مفرطة لمادة السيفيروكسيم ومادة السيفالوسبورينات. تحذيرات واحتياطات عند تناول الدواء: يفضل تجنب استعمال هذا الدواء للأشخاص التي تعاني من إصابة بمرض فشل كلوي، ويحظر استعماله أيضا في فترة الحمل وكذلك خلال الرضاعة الطبيعية، لأنه ينزل مع حليب الأم، وبالتالي قد يحدث نتائج سلبية وخطيرة على الطفل الرضيع. التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى: يحدث تفاعل بين هذا الدواء وغيره من الأدوية الأخرى، ولذلك يجب على المريض أن يخبر الطبيب والصيدلاني بجميع الأدوية التي يتناولها مع هذا الدواء. يتفاعل الدواء مع أدوية بروبنيسيد، ولذلك يحظر استعماله معها. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 125 ميلي جرام في الأسواق السعودية 33 ريال. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 250 مللي جرام في الأسواق السعودية 60 ريال. سعر الدواء بتركيز 500 مللي جرام 76 ريال. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، ونتكلم عن زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال. زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال ويعد عقار من أشهر أنواع المضادات الحيوية، ويتميز هذا الدواء بأن لديه تأثير مضاد للجراثيم، وينتمي هذا الدواء لمجموعة السيفالوسبرين ويطلق على الاسم العلمي له سيبروكسيم. وسوف نتعرف على دواعي الاستعمال. يستخدم هذا الدواء لعلاج العديد من الحالات المختلفة، حيث يعالج الدواء كل من التهابات العظام والمفاصل الشديدة، التخلص من التهابات الشعب الهوائية، العدوى الشديدة التي تحدث في أجهزة التنفس السفلي، وذلك لدى البالغين والأطفال الأكبر من عمر 5 سنوات. يعمل هذا الدواء على علاج مرض السيلان، ويعالج أيضا الالتهاب الشديد في الأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعمل على علاج التهاب البلعوم والصفاق، ويساعد في التخلص من التهاب الجيوب والأنفية الشديد، ويعمل على التخلص من أي عدوى جلدية تصيب جلد الإنسان، ويعمل على الوقاية من العدوى في الجهاز البولي، ويساعد أيضا في الوقاية من العدوى الجراحية. الآثار الجانبية للدواء: قد ينتج عن تناول الدواء بعض المضاعفات والآثار الجانبية التي تتمثل في حساسية شديدة مع ظهور طفح جلدي، إصابة بغثيان مع قيء وإسهال شديد، ضعف حاسة السمع لدى بعض الأشخاص. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول هذا الدواء في حالة الإصابة بحساسية مفرطة لمادة السيفيروكسيم ومادة السيفالوسبورينات. تحذيرات واحتياطات عند تناول الدواء: يفضل تجنب استعمال هذا الدواء للأشخاص التي تعاني من إصابة بمرض فشل كلوي، ويحظر استعماله أيضا في فترة الحمل وكذلك خلال الرضاعة الطبيعية، لأنه ينزل مع حليب الأم، وبالتالي قد يحدث نتائج سلبية وخطيرة على الطفل الرضيع. التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى: يحدث تفاعل بين هذا الدواء وغيره من الأدوية الأخرى، ولذلك يجب على المريض أن يخبر الطبيب والصيدلاني بجميع الأدوية التي يتناولها مع هذا الدواء. يتفاعل الدواء مع أدوية بروبنيسيد، ولذلك يحظر استعماله معها. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 125 مللي جرام في الأسواق السعودية 33 ريال. سعر دواء
زينوكسيمور أقرز بتركيز 250 مللي جرام في الأسواق السعودية 60 ريال، سعر الدواء بتركيز 500 مللي جرام 76 ريال. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، ونتكلم عن زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال. زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال ويعد عقار من أشهر أنواع المضادات الحيوية، ويتميز هذا الدواء بأن لديه تأثير مضاد للجراثيم، وينتمي هذا الدواء لمجموعة السيفالوسبرين ويطلق على الاسم العلمي له سيفروكسيم. وسوف نتعرف على دواعي الاستعمال. يستخدم هذا الدواء لعلاج العديد من الحالات المختلفة، حيث يعالج الدواء كل من التهابات العظام والمفاصل الشديدة، التخلص من التهابات الشعب الهوائية، العدوى الشديدة التي تحدث في الجهاز التنفسي السفلي، وذلك لدى البالغين والأطفال الأكبر من عمر 5 سنوات. يعمل هذا الدواء على علاج مرض السيلان، ويعالج أيضا الالتهاب الشديد في الأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعمل على علاج التهاب البلعوم والصفاق، ويساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية الشديد، ويعمل على التخلص من أي عدوى جلدية تصيب جلد الإنسان، ويعمل على الوقاية من العدوى في الجهاز البولي، ويساعد أيضا في الوقاية من العدوى الجراحية. الآثار الجانبية للدواء: قد ينتج عن تناول الدواء بعض المضاعفات والآثار الجانبية التي تتمثل في حساسية شديدة مع ظهور طفح جلدي، إصابة بغثيان مع قيء وإسهال شديد، ضعف حاسة السمع لدى بعض الأشخاص. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول هذا الدواء في حالة الإصابة بحساسية مفرطة لمادة السيفيروكسيم ومادة السيفالوسبورينات. تحذيرات واحتياطات عند تناول الدواء: يفضل تجنب استعمال هذا الدواء للأشخاص التي تعاني من إصابة بمرض فشل كلوي، ويحذر استعماله أيضا في فترة الحمل وكذلك خلال الرضاعة الطبيعية، لأنه ينزل مع حليب الأم، وبالتالي قد يحدث نتائج سلبية وخطيرة على الطفل الرضيع. التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى: يحدث تفاعل بين هذا الدواء وغيره من الأدوية الأخرى، ولذلك يجب على المريض أن يخبر الطبيب والصيدلاني بجميع الأدوية التي تناولها مع هذا الدواء. يتفاعل الدواء مع أدوية بروبنيسيد، ولذلك يحذر استعماله معها. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 125 مللي جرام في الأسواق السعودية 33 ريال. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 250 مللي جرام في الأسواق السعودية 60 ريال، سعر الدواء بتركيز 500 مللي جرام 76 ريال. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، ونتكلم عن زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال. زينوكسيمور أقراص مضاد حيوي واسع المجال ويعد عقار من أشهر أنواع المضادات الحيوية، ويتميز هذا الدواء بأن لديه تأثير مضاد للجراثيم، وينتمي هذا الدواء لمجموعة السيفالوسبرين ويطلق على الاسم العلمي له سيفروكسيم. وسوف نتعرف على دواعي الاستعمال. يستخدم هذا الدواء لعلاج العديد من الحالات المختلفة، حيث يعالج الدواء كل من التهابات العظام والمفاصل الشديدة، التخلص من التهابات الشعب الهوائية، العدوى الشديدة التي تحدث في الجهاز التنفسي السفلي، وذلك لدى البالغين والأطفال الأكبر من عمر 5 سنوات. يعمل هذا الدواء على علاج مرض السيلان، ويعالج أيضا الالتهاب الشديد في الأذن الوسطى والأذن الداخلية. يعمل على علاج التهاب البلعوم والصفاق، ويساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية الشديد، ويعمل على التخلص من أي عدوى جلدية تصيب جلد الإنسان، ويعمل على الوقاية من العدوى في الجهاز البولي، ويساعد أيضا في الوقاية من العدوى الجراحية. الآثار الجانبية للدواء: قد ينتج عن تناول الدواء بعض المضاعفات والآثار الجانبية التي تتمثل في حساسية شديدة مع ظهور طفح جلدي، إصابة بغثيان مع قيء وإسهال شديد، ضعف حاسة السمع لدى بعض الأشخاص. موانع استعمال الدواء: يمنع تناول هذا الدواء في حالة الإصابة بحساسية مفرطة لمادة السيفيروكسيم ومادة السيفالوسبورينات. تحذيرات واحتياطات عند تناول الدواء: يفضل تجنب استعمال هذا الدواء للأشخاص التي تعاني من إصابة بمرض فشل كلوي، ويحذر استعماله أيضا في فترة الحمل وكذلك خلال الرضاعة الطبيعية، لأنه ينزل مع حليب الأم، وبالتالي قد يحدث نتائج سلبية وخطيرة على الطفل الرضيع. التفاعلات الدوائية مع الأدوية الأخرى: يحدث تفاعل بين هذا الدواء وغيره من الأدوية الأخرى، ولذلك يجب على المريض أن يخبر الطبيب والصيدلاني بجميع الأدوية التي تناولها مع هذا الدواء.
يتفاعل الدواء مع أدوية بروبنيسيد ولذلك أحذر استعماله معها. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 125 ملي جرام في الأسواق السعودية 33 ريال. سعر دواء زينوكسيمور أقراص بتركيز 250 ملي جرام في الأسواق السعودية 60 ريال. سعر الدواء بتركيز 500 ملي جرام 76 ريال. أتمنى إن شاء الله الفيديو يكون قد نال إعجاب حضراتكم. بطلب منكم في نهاية الحلقة تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.